في إطار جهودها للحفاظ على الثروة البحرية والتصدي للمخالفات وضبطها والتأكد من مدى التزام البحارة بالقوانين والقرارات المنظمة للصيد، نفذت قيادة خفر السواحل حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وهيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية. الحملة تم تنفيذها في عدد من المناطق البحرية، حيث تم ضبط عدد من المخالفات تمثلت في ضبط مخالفين لقوانين الصيد والتسجيل والترخيص والحظر البحري وحيازة شباك صيد محظورة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات. كما تضمنت الحملة التأكد من صلاحية التراخيص وتوافر جميع أدوات السلامة، مع التشديد على ضرورة التزام البحارة باستخدام أدوات الصيد المرخصة. هذا وشددت قيادة خفر السواحل على أهمية تقيد جميع البحارة بقوانين وأنظمة الصيد في المملكة، مشيرة إلى استمرار هذه الحملات وبشكل دوري لضبط المخالفين بما يسهم في الحفاظ على الثروة البحرية والبيئية والفطرية في مملكة البحرين.